السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياكم الله يا شيخنا الفاضل. حياك. أنا أولا عندي 12 سنة يا شيخ، في وقت فراغي من الدراسة في رمضان، إزاي أخبي يا شيخ؟ ثانيا أولا خلينا مع أولا الأول، أنت عندك 12 سنة الله يبارك في عمرك، كم تحفظ جزء من القرآن؟ لحد سورة الأنعام يا شيخ. متأكد؟ آه. حافظ الأنعام؟ آه. اللهم صل على سيدنا محمد، الله يبارك فيك يبارك فيك يحفظك. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا بزعمهم لله وهذا هذا لله بزعمهم فقالوا هذا لله بزعمهم. أكمل ده الجديد بتاع حضرتك يعني وقفت لأنه يعني نعم. اللهم صل على محمد. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفد ونسوق المجرمين. مش مراجع جيد براجع. أنت فتاة طيبة الحمد لله أنا كنت أحسبك. تراجع طيب، رجع جيدا جزاك الله خير. في رمضان شهر القرآن رجع طيب، رجع جيدا. ثانيا يا شيخنا الأجازة الكبيرة جاية، فأنا عايزة أكون طالبة علم زي السلف الكرام وأدرس العقيدة والسيرة والفقه يا شيخنا، أقرأ إيه أو أسير على إيه؟ أول حاجة القرآن، وثاني حاجة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. عندك كتاب رياض الصالحين نقرأ حديث، وعندك قرآن اقرأ قرآن، اقرأ قرآن وبعض التفسير الخفيف للآيات. ماشي يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله. السلام عليكم.